دايما بنقول وبنأكد ان دولة بتولي اهتمام كبير جدا جدا المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لان في دول كبرى هي اقتصاداتها او الاقتصاديات بتاعتها بتقوم على مثل هذه المشروعات. بنلاقي ان في العديد من الاجهزة في الدولة بتهتم بشكل كبير جدا. يمكن امبارح كنا لسه بنتكلم على موضوع التسويق وعلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كمان في صندوق اللي هو الخاص اللي هو تابع لوزارة التنمية المحلية، صندوق التنمية المحلية. الصندوق ده بيعمل نفس الدور وبرضه بشكل مختلف. اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أكد إن صندوق التنمية المحلية اللي احنا بنتكلم عنه ده نجح منذ بداية العام المالي الحالي اللي احنا بنتكلم فيه من يعني 1/7/2021 وحتى الآن في تمويل كم مشروع. بنتكلم في 2337 مشروع صغير ومتناهي الصغر، ده بإجمالي استثمارات أكتر من 27 مليون، منها مشاركة من المستفيدين بقدر 4.5 مليون، ووفرت المشروعات خلالها فرص عمل مباشرة كتيرة جدا بالتأكيد في العديد من المجالات. يعني بنتكلم في الإنتاج الحيواني، الإنتاج الداجني، منافذ بيع المواد الغذائية، الملابس، المفروشات، بيع الأعلاف، الأسمدة، الغلال، لحوم البيضاء، وكمان الصناعات البيئية المنزلية، منتجات الألبان، عسل النحل ومنتجاته. يعني بنتكلم تقريبا في كل أو مختلف الصناعات. أشار شعراوي كمان إلى أن صندوق التنمية المحلية بيوافق على منح نوعين من القروض. النوعين دول إيه؟ في قروض ميسرة، دي بتبقى قصيرة الأجل بتسدد خلال عامين، وقروض تانية متوسطة الأجل بتسدد خلال 4 سنوات، الفايدة السنوية بتاعتها 6%. بتنخفض الفايدة دي ل 4%، ده المتحدي الإعاقة والمتحررين من الأمية والحاصلين على قروض جديدة، وده بالتأكيد لإضافة طاقة إنتاجية جديدة لمشروعاتهم بعد طبعا التزامهم بسداد أقساط القرض في المواعيد المحددة. وأوضح كمان إن الصندوق أدخل أسلوب جديد، طبعا لأن احنا دايما كنا بنشتكي بموضوع البيروقراطيه، اللي عايز يعمل اي مشروع ان هو يروح يعني يقدم ورق هنا وده يحوله على ده وده يحوله لده. ففي تغيير كبير جدا في اليات العمل بتساعد على تقصير الفتره الزمنيه من تاريخ تقديم طلب القرض حتى تاريخ الحصول عليه. يعني فرصه مهمه جدا وفرصه اعتقد انها لازم ان احنا نستغلها. اي حد عنده فكره مشروع سواء كان بقى مشروع متوسط او متناهي الصغر او صغير او ما شابه، ان هو يروح يتقدم. والحصول على القرض زي ما احنا شفنا ان هو فتره زمنيه قصيره جدا، 6% الانترست بتاعه او يعني المصاريف بتاعته. فبنتكلم في حاجات ميسره جدا، وفي نفس الوقت الدوله بكل اجهزتها بتدعم بشكل كبير جدا هذه الصناعات سواء كانت متوسطه او صغيره او متناهيه الصغر.